Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala nabiyyihi al-mustafa sayyidina Muhammad al-nabiyy al-ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawm al-din. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwatu al-ahbab, nabda'u al-yawma fi an nutawwifa في بستان الأخلاق الحميدة. في هذا البستان اليانع الماتع نجد أزهارا عديدة بروائح متنوعة، نتوقف عند كل زهرة لنستنشق منها العطر النسيم الجميل. وأبدأ أول وقف وأبدأ أول وقفة عند زهرة الإخلاص. الإخلاص هو حقيقة هذا الدين، وهو مفتاح دعوة المرسلين. وإذ لم تخلص في عملك فلا تتعب نفسك في العمل، فالعمل مردود عليك إن لم تخلص فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. فالعمل كي يقبل له شرطان: الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، الشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل جلاله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال جل جلاله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن قرن الإخلاص بالعبادة، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. لمن أراد أن يعبد الله حق العبادة لا بد وأن يخلص في عمله لله عز وجل. فالعمل إذا كان فيه رياء فلماذا العمل؟ إذا كان العمل رياء للناس وطلب السمعة وطلب أن الناس أنه يرائي بهذا العمل الناس، فلا فائدة تعود علي من هذا العمل، لأن القصد في هذا العمل أن يكون لله سبحانه وتعالى، كي يعود بالقبول عليه، كي يعود بالأجر والثواب عليه من الله سبحانه وتعالى. كلمة الإخلاص مأخوذة كما يقول أهل اللغة من مادة خلصا، وهي تدل على تنقية الشيء وتهذيبه. يقولون: نقيت الذهب من الشوائب، أي خلصته من كل شائبة تعكر درجة نقائه. والإخلاص كما يقول أهل العلم إجمالاً، لأنها تعددت الأقاويل في تعريف الإخلاص، الإخلاص هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد. يعني إيه؟ أنني حينما أنوي بعملي، حينما أنوي أن أعمل عملاً ما سواء كان للدنيا أو للآخرة، لا بد وأن يكون قصدي فيه لله سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت. بذلك أمرت، أمرنا جميعا بالإخلاص. بل ومن أجمل ما قيل في تعريف الإخلاص هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الحق. نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الحق، أنني حينما أعمل عملا أنسى الخلق جميعا. ما الذي ينسين الخلق؟ أن أطيل وأديم النظر إلى الحق، وأعلم أن الذي يعلم سري وعلانيتي وما في قلبي وما في قصدي وما في نيتي من؟ الله سبحانه وتعالى. إذن حينما أنظر إلى الله عز وجل وأعلم يقيناً بأن الله مطلع علي في عملي ويعلم سري وعلانيتي، حين ذلك تتجه نيتي إلى الله سبحانه وتعالى، فأنسى الخلق كل الخلق.
لماذا أنشغل بالمخلوق عن الخالق؟ لماذا أنشغل بالمخلوق عن الخالق ولا أجعل كل عملي للخالق سبحانه وتعالى؟ إذا كنت أرجو من الله الأجر والثواب والعمل، قال الله جل جلاله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. هل عمل فقط؟ لا، فليعمل عملا إيه؟ صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحانك يا رب سبحانك. الإخلاص ضروري مهم جدا في كل عمل نعمله. لا يجتمع الإخلاص كما يقول الإمام ابن القيم، لا يجتمع الإخلاص وحب الثناء والمدح والطمع فيما عند الناس في قلب واحد إلا كما يجتمع الماء والنار. لا يجتمع الإخلاص في قلب والطمع فيما عند الناس من حب من ثناء ومدح إلى غير ذلك، لا يجتمعان في قلب واحد إلا كما يجتمع الماء والنار. هل تجتمع النار مع الماء؟ مش ممكن. كذلك يكون الإخلاص وحب الثناء والمدح من الناس. طيب، كيف أعالج نفسي وقلبي إن عرض لها عارض الشرك والرياء والسمعة؟ أنا بشر، والنفس تحب دائما المدح وتميل دائما إلى المدح وتحب أن تسمع عنها ما يفرحها. نحن بشر جميعا. إن أنا نويت العمل وعرض لي هذا العارض أعمل إيه؟ إيه اللي ممكن أعمله في الحالة دي؟ استعاذة. الاستعانة أولا بالله سبحانه وتعالى. أستعين بالله أولا، وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على الإخلاص. طب الإخلاص ممكن يكتسب؟ ممكن يكتسب. طب يكتسب إزاي؟ بدوام عمل السر. بدوام عمل السر، إن يكون لك مع الله سبحانه وتعالى عبادة في السر، عبادة خفية لا يطلع عليها أحد ولا يعرفها أحد. لابد لكل واحد منا أن يكون له خبء من عمل صالح. لازم يكون لك عمل صالح خفي لا يعلمه أحد إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. إن دربت نفسك على هذا العمل وكررته دائما وباستمرار فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، تدرب القلب على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إن عرض لك هذا استعن بالله وادعو الله سبحانه وتعالى أن يصرف هذا الذي يدور في نفسك وفي قلبك، وأن يجعل هذا العمل له وحده سبحانه. وإياك أن تترك العمل لأجل الناس، وإياك أن تعمل لأجل الناس. يقول القاضي عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والعافية أول خلاص أول إخلاص أن يعافيك الله منهما. اللهم عافنا منهما يا رب. آمين. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قيل: يا أبا علي، وما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. ثم تلا قول الله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا جميعا الإخلاص، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا طاعته، وأن يرزقنا محبته، وأن يرزقنا القبول في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم.